شمع العمر كل ما طفى قلبي الظنون يتخوف، خاف انحرم من شفتك عمر المناية تخطف. شمع العمر كل ما طفى قلبي الظنون يتخوف، خاف انحرم من شوفتك عمر المناية تخطف. آمالي باسمك حبيبي ما منها أقطع نصيبي، يا المهدي وادري بغيابك تسمع سلامي ونحيبي. عشت على نار انتظارك يا جنة تطفي لهيبي، طعنتني أرخص خناجر غالي الدواء يا طبيبي. من هذه البقعة المباركة نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المهدي الفضائية أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة مباركة من برنامجكم بقية الله خير لكم. هذا البرنامج الذي يعرفكم عن قرب من هذا المكان المبارك مسجد السهلة، وعلاقة هذا المسجد بإمام زماننا الإمام المهدي صاحب العصر والزمان عليه السلام، وعجل الله تعالى فرجه، وفضل هذا المسجد عند الله وعند الأنبياء والمرسلين وكذلك عند أئمتنا المعصومين عليهم السلام جميعا. فقد ورد في الأثر أنه ما من نبي أو مرسل إلا وصلى في هذا المكان الطاهر، وقد وردت عدة أحاديث شريفة عن أئمتنا عليهم السلام في فضل هذا المسجد. وأتخطر هذا الحديث لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: مسجد بني ظفر مسجد مبارك. وبني ظفر اسم آخر لمسجد السهلة الذي أيضا له عدة أسماء، ومن ضمنها مسجد بني ظفر الذي ذكره مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. كما وردت عدة أحاديث عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام بما معناها، يقول في أحد هذه الأحاديث: أما لو كنت فيكم أو بالقرب منكم لما صليت صلاة إلا فيه. وأيضا قال: أما إنه منزل صاحبنا عندما يقدم بأهله، ويقصد بصاحبنا الإمام المهدي عليه السلام. وحديث آخر أيضا أنه ما من مكروب أو ما من مكروب دعا في هذا المسجد إلا فرج الله كربته. إذن هذه البقعة هي بقعة مباركة كما ورد في الأحاديث التي قرأناها على مسامعكم الكريمة، وحري بكل مؤمن أن يزور هذه البقعة ويدعو الله بما يشاء لكي يفرج الله كربته. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، كيف ندخل السرور على قلب مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ في هذا المحور سيكون مراسلنا علي صافي مع الزائرين والمصلين في هذه الباحة المباركة، باحة مسجد السهلة المبارك. فإلى زميلنا علي صافي. شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد القريشي. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في باحة مسجد السهلة المعظم لنلتقي بعدد من الزائرين الكرام حول محور حلقتنا لهذا اليوم: كيف ندخل السرور على قلب مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعزائنا المشاهدين، نلتقي الآن بأحد الزائرين الكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو ردنا نسألك، كيف بإمكانك أن تدخل السرور على قلب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ عجل الله فرجه الشريف من خلال الصلاة والذكر والأدعية المباركة اللي دائما نذكرها، مثل هسه جايتنا احنا اليوم جايين على مود هذا الشيء،
جايين نلقى ونصلي ان شاء الله. موفق ان شاء الله. الله يسلمك. نلتقي الان بزائر اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سالناك كيف بامكانك ان تدخل السرور على قلب المولى امام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. عجل الله فرجه. اكيد هو باجتناب المحرمات واداء الواجبات، والافضل والتحبيب اكثر المداومه على المستحبات مثل دعاء التوسل، زيارات عاشوراء. موفقين ان شاء الله. الله يوفقك. رحم الله استاذ محمد. نلتقي بزائر اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف بامكانك ان تدخل السرور الى قلب مولانا الامام الحجه المنتظر عجل الله فرجه الشريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه المكان بالذات مسجد السهلة ومسجد الكوفة، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، طبعا بها أجواء روحانية، ومن تجني هنا تدخل السرور على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام المباركة وبحق هذا الشهر الشريف أن يعجل لولينا الفرج في هذه الساعة. الأعمال طبعا اللي كل يوم جمعة تنعرض على الحجة عجل الله فرجه وسلامه، فهنيئا له من يختمها بالإيمان والمعرفة. موفقين إن شاء الله. نسألكم الدعاء. جزاكم الله خير. سادة المشاهدين، أجواء إيمانية يحظى بها الزائرون في هذا المكان المكرم. ونلتقي مع أحد الزائرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. اسمك الكريم؟ محمد حميد عباس. شنو الأشياء اللي بإمكانك أن تدخل السرور بها على قلب مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. من خلال يعني زيارة المساجد وخاصة مسجد السهلة المعظم وفيه مقام صاحب الزمان عجل الله فرجه، يعني دائما من نأتي إلى هنا نأتي مع أطفالنا حتى نغذيهم بحب محمد وآل محمد، والدعاء للإمام المهدي بالتعجيل في فرج مولاي صاحب الزمان. الله يسلمك. أحسنت سيدنا. جزاكم الله خير. شمع العمر كلمة طفى، قلبي الظنون يتخوف، خاف انحرم من شفتك، عمر المناية تخطف. نلتقي الآن مع سماحة الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمكم شيخنا العزيز؟ الشيخ محمد الريشاوي. الله. أحسنت سماحة الشيخ. وسط هذه الأجواء الروحانية، أجواء إيمانية، كيف بإمكاننا أن ندخل السرور على قلب الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا رجعنا للروايات الواردة في قضية إدخال السرور على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، يعني ندخل السرور هو بقضية، وهي أنه طاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا أهم قضية هو أنه كيف نراقب أنفسنا، نحاسب أنفسنا بالطاعة، يعني ما دام استطعنا أن نتمكن من محاسبة النفس من خلال المراقبة ومحاسبة أنفسنا، إذا استطاع الإنسان أنه يطور نفسه ويتق الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المحرمات ويؤدي الواجبات، هو هذا الذي يدخل السرور على الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. سادة المشاهدين، ونلتقي الآن مع زائر آخر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أستاذنا العزيز، كيف بإمكاننا في هذه الليلة المباركة أن ندخل السرور على قلب إمامنا صاحب العصر والزمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتداء من هذا القول، إدخال السرور على قلب الإمام هي أولا بالالتزام بتعاليم الله سبحانه وتعالى والسير على نهج أئمتنا صلوات الله وسلامه الله عليهم. قطعا هذا هو راح يدخل السرور على قلب إمامنا. الدعاء نعم. بتعجيل والدعاء أيضا بتعجيل الفرج صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الأعمال كلها في من أجل الإنسان كلما زاد في إيمانه وفي الإقبال على الزيارات
والتمسك بتعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. قطعا هذا هو إدخال السرور على قلب إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. في هذا المسجد المبارك روايات وفضل عظيم، شنو شعورك وأنت الآن في هذا المسجد، مسجد السهل المعظم، وفي هذه الليلة بالتحديد ليلة الأربعاء؟ قطعا في هذه الليلة هي التوجه بالدعاء لله سبحانه وتعالى كما قلنا ابتداء، بتعجيل الفرج، بإقامة الصلاة، بإقامة الأدعية لله سبحانه وتعالى، والدعاء أيضا للمؤمنين بتعجيل فرج إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وفرجنا. نعم قطعا هو نهاية الكلام، الفرج نعم للإمام صاحب الزمان. أعزائي المشاهدين الكرام، ونلتقي الآن مع سماحة الشيخ محمد مهدي. سماحة الشيخ، أحب أن أسألك في هذه الأجواء الإيمانية، كيف بإمكانك أن تدخل السرور على قلب المولى إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الله أحفظكم إن شاء الله، الله يخليكم، قواكم الله إن شاء الله، وكل الشيعة إن شاء الله في عالم. أفضل شيء إدخال السرور في قلب مولانا صلى الله عليه وسلم الإطاعة لله تعالى، أن طاعة الله يدخل السرور في قلب كل إمام في كل في أي زمان. وبعد قال مولانا الصادق عليه السلام: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. يعني إذا كنا يعني نقوم بأي شيء يعني يحب إمام زمان عليه السلام، مولانا صاحب الزمان عليه السلام، من الطاعة، من القيام لله تعالى في أي يعني القيام بالثقافة، هو أفضل شيء يعني هسه. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. أعزائنا المشاهدين، أجواء إيمانية مفعمة بالحب والدعاء إلى مولانا صاحب العصر والزمان، أفادنا بها جمع من الزائرين لهذا المسجد المبارك، وكان محور حلقتنا بها كيف ندخل السرور على مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. شكرا للزميل علي صافي الذي نقل إلينا من باحة مسجد السهل المبارك من خلال لقائه مع الزائرين الكرام والمصلين في هذا المسجد. وكان السؤال كما استمعتم: كيف تدخل السرور على قلب مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وكانت الإجابات مفرحة والإجابات مباركة، حيث سمعناها من أولئك الذين أتوا إلى هذا المسجد المبارك ليتباركوا فيه. شمع العمر كل ما طفى قلبي ظنوني تخوفة، خاف انحرم من شوفتك عمر المناية تخطفة. آمالي باسمك حبيبي ما منها أقطع نصيبي، يا المهدي وادرب غيابك تسمع سلامي ونحيبي. عشت على نار انتظارك يا جنة تطفي لهيبي، طعنتني أرخص خناجر غالي الدواء يا طبيبي. إذن أحبتي، هذا المسجد من خلال اطلاعنا على تراثه وعلى الآثار يعني آثار أئمتنا سلام الله عليهم، فهو مسجد حقيقة يعني حري بنا أن نقف عند أعتابه ونزوره وندعو الله سبحانه وتعالى فيه، لأنه مسجد كما قلنا مسجد مبارك، وقد مدحه الله والأنبياء والمعصومون عليهم السلام. إذن ننتقل بحضراتكم الآن إلى السيد جعفر القبنشي الطالب في الحوزة العلمية في النجف الأشرف ليحدثنا عن فضل هذا المسجد وأيضا ارتباط هذا المسجد بإمامنا صاحب العصر والزمان عليه السلام، فإلى هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه.
مسجد السهلة المعظم، أحد أهم وأبرز المساجد الإسلامية، وردت فيه نصوص وروايات كثيرة من أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، وله من الفضائل ما تحتار فيه العقول وتعجز عن دركه الألباب. فقد ورد في كامل الزيارات عن الإمام الباقر عليه السلام في رواية يتحدث فيها عن فضل الكوفة، قال: وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وصلى فيه. فإذا مفاد هذه الرواية أن جميع الأنبياء 24,000 نبي أو 124,000 نبي كلهم قصدوا هذا المسجد وصلوا فيه، فما لهذا المسجد من فضل حتى قصدته جميع هذه الأنبياء. وكذلك في كتاب الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه يروي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: بالكوفة مسجد يقال له مسجد السهلة، لو أن عمي زيدا أتاه فصلى فيه واستجار الله لأجاره الله 20 سنة. هنا إشارة إلى حادثة أن زيدا الشهيد في ثورته كان قاصدا أن يزور هذا المسجد، ولكن عرض له عارض فشغله عنه ولذلك لم يتمكن من زيارة هذا المسجد. الإمام الصادق يقول أنه لو أن عمي زيدا أتى لهذا المسجد وصلى صلاة الاستجارة المعروفة التي تصلى في مقام الإمام الصادق عليه السلام لأجاره الله ومد في عمره وحفظه لمدة 20 سنة. وتكمل الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وفيه مناخ الراكب، مناخ الراكب أي مقام الخضر عليه السلام، وفيه بيت إدريس النبي عليه السلام، وما أتاه مكروب قط، فصلى فيه بين العشاءين ودعا الله إلا فرج الله كربته، أي أن كل مكروب كل مهموم صاحب حاجة إذا جاء وصلى هنا في هذا المسجد بين المغرب والعشاء فإن الله إن شاء الله يفرج كربته ويزيل همه ويقضي حاجته. وفي رواية أخرى أيضا في كامل الزيارات لعلها نفس هذه الرواية في الكافي تقول: وفيه يعني في مسجد السهلة بيت إبراهيم النبي الذي كان يخرج منه للعمالقة لقتال العمالقة في اليمن يعني، وفيه أيضا صخرة خضراء، فيه صخرة خضراء لعلها من زمرد لعلها من زبرجد من عنصر آخر، هذه الصخرة فيها صورة جميع النبيين منقوش عليها صورة جميع الأنبياء، وتحت هذه الصخرة الطينة التي خلق الله عز وجل منها جميع النبيين أيضا خلق منها النبيين. فإذا هذا المسجد له مقام خاص عند الله عز وجل، له منزلة خاصة عند الله عز وجل، وهو مرتبط ليس فقط بأهل البيت عليهم السلام بل بجميع الأنبياء. وإن كان بناؤه بهذه الصورة لعله يكون في زمن أمير المؤمنين من بني ظفر، ولكن قدسية هذه الأرض ورمزيتها هي لعلها من آدم أو حتى قبل آدم من بداية خلقة الأرض. ولهذا المسجد كما قلنا روايات كثيرة في فضله، محل الشاهد فيها هو ارتباط هذا المسجد الوثيق بصاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فإن هذا المسجد مرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ارتباطا تاريخيا وارتباطا مستقبليا وارتباطا معنويا حاليا. أما الارتباط التاريخي فقد كثرت النقولات عن علمائنا الأبرار أنهم تشرفوا بلقاء المولى صاحب العصر والزمان في هذا المسجد. ومن أبرز وأشهر هذه النقولات والتشرفات هو تشرف السيد
محمد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه بلقاء صاحب العصر والزمان في هذا المسجد، حيث دخل إلى المسجد وجد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف جالسا يناجي ربه. قال سمعته يناجي مناجات لم أسمعها في كتبنا، كتب المناجات كتب الأدعية لم تكن هذه المناجات قد خطرت أو سمعها السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي بنى قبة وبنى مقاما على المكان الذي شاهد فيه صاحب العصر والزمان، وهي القبة الزرقاء قبل هذه القبة المبنية حاليا. وهنالك روايات كثيرة وأخبار كثيرة عن تشرف كثير من العلماء وغيرهم من المؤمنين الأتقياء بلقاء صاحب العصر والزمان في هذا المقام أو في هذا المسجد المبارك، بما يوصل الباحث إلى الاطمئنان أو إلى القطع بأن صاحب العصر والزمان يتردد أكثر من مرة على هذا المسجد الشريف. وأيضا هنالك ارتباط مستقبلي بين صاحب العصر والزمان وبين هذا المسجد، فقد ورد في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال أما إنه منزل صاحبنا إذا قام بأهله، يعني في زمن الظهور إن شاء الله إذا مد الله بعمرنا وأدركنا ذلك الزمان يكون هذا المسجد هو بيت ومستقر صاحب العصر والزمان مع أهله وعياله، أما مسجد الكوفة فيكون مقر حكمه، عاصمة الحكم مقر الحكم يكون مسجد الكوفة، أما هذا المسجد فيكون مستقره ومقامه مع أهله وعياله. هذا الارتباط التاريخي وهو كثرة اللقاءات مع صاحب العصر والزمان في هذا المسجد يشكل علاقة حالية معنوية بين صاحب العصر والزمان وبين هذا المسجد، هذه تنشأ من أن هذا المسجد هو أصبح يذكر بصاحب العصر والزمان، يذكر بالإمام المهدي، بحيث كل من يشاهد هذا المسجد أو يشاهد صورة هذا المسجد فإنه لا إراديا يتذكر صاحب العصر والزمان، وهو ما يعبرون عنه بعض علمائنا بالقرن الأكيد، يعني صار اقتران للذهن بين هذا المسجد وبين صاحب العصر والزمان. وهذا الاقتران ليس مختصا فقط في هذا المسجد، وإن كان لعله هذا المسجد هو من أكثرها، ولكن هذا الاقتران يحصل أيضا في سرداب الغيبة في سامراء، فأيضا هنالك ذلك المكان هو يذكر بصاحب العصر والزمان. إذن المؤمن يطلب وصال صاحب العصر والزمان، فالوصال كيف يكون؟ أحد طرق وصال صاحب العصر والزمان، أحد طرق التواصل معه هو بزيارة مقامه وأداء الأعمال التي تقرب إليه، بحيث إذا استمر وواظب المؤمن على زيارة مسجد السهلة سوف يكون هو دائم الذكر ودائم التواصل مع صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بالنسبة للعمل المعروف المشهور وهو زيارة 40 ليلة 4، يعني 40 يوم 3 ما بعد المغرب، هذا العمل رغم أنه لم ترد فيه نصوص خاصة من أهل البيت عليهم السلام إلا أنه مشهور شهرة كبيرة بين علمائنا وبين السلف الصالح منهم على هذا العمل، وهو زيارة 40 ليلة 4 لغرض أما لغرض قضاء الحوائج أو لغرض لقاء ورؤية صاحب العصر والزمان. وكثير من قصص التشرف وروايات التشرف بلقائه حصلت بهذا الطريق. المحدث النوري أيضا يقول أن هذا الأمر مما اشتهر بين أصحابنا وهو أمر معروف بحيث لا شك فيه. وأيضا من قصص أو روايات التشرف المعروفة التي يذكرها العلامة المجلسي بواسطة عن السيد جعفر القزويني ابن أو نجل السيد باقر القزويني، هذا السيد جعفر القزويني يقول أنه كان قاصدا لمسجد السهلة مع أبيه سيد باقر القزويني، وفي الطريق حدث أباه أن هذا العمل المعروف من زيارة مسجد السهلة 40 ليلة 4 هذا لا أصل له، يعني في الطريق أصبح يشكل أو يشكك
أو يتساءل مع والده عن هذا العمل، فاستشاط والده غضبا، وهو سيد باقر القزويني، استشاط غضبا وقال: لماذا لا أصل له؟ ألأنك لم تره فصار هذا العمل لا أصل له؟ أكل ما لم تره عينك فلا أصل له؟ فشد أو نكل عليه بالكلام، فتندم هذا السيد، سيد جعفر بحر العلو، سيد جعفر القزويني عفوا. وفي المسجد أثناء الصلاة أثناء الأعمال جاء رجل مهيب سلم على والده السيد باقر وذهب، فقال السيد باقر لابنه: من يكون هذا؟ يعني قال، فسأله وقال: هذا هو الإمام المهدي؟ قال: إذا لا. قال: من يكون هذا إذن؟ إذن من يكون هذا؟ يعني يريد أن يقول له: أرأيت أن هذا العمل، هذا العمل يؤدي إلى هذه النتيجة؟ أرأيت أن هذا العمل له أصل وليس كما تقول؟ فذهب أو قام من مقامه هذا السيد جعفر ليتبع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكنه لم يجده. على كل إن زيارة هذا المسجد والمواظبة عليه هي من الأعمال المعروفة لقضاء الحوائج، لتفريج الهموم، ولرؤية ولقاء صاحب العصر والزمان. يبقى أنه هل كل من يعمل هذا العمل سوف يشاهد صاحب العصر والزمان؟ لا، ليس كذلك، لأن مشاهدة صاحب العصر والزمان لها ضوابط كثيرة تخضع للحكمة، تخضع لاستحقاقات، وتخضع لأمور أخرى لا نعرفها، كثير من أمور غيبية. ولكن هذا العمل هو من الأسباب، من الأسباب. إذا هذا العمل عمله الإنسان ولم يكن هنالك موانع، فمن المحتمل كثيرا أنه يلقى المؤمن إمام زمانه. وكما قلنا، الأهم من ذلك، الأهم من لقاء الإمام، هو أن المؤمن ينال رضا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا كان قلبه عجل الله تعالى فرجه الشريف راضيا عنا، فقد فزنا إن شاء الله وسعدنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المنتظرين لرضا صاحب العصر والزمان، ولإدخال السرور عليه، ولنصرته وخدمته بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. شكرا للسيد جعفر القبنشي، الطالب في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، لما بينه عن فضل هذا المسجد المبارك، مسجد السهلة، وعلاقته مع إمام زماننا، الإمام صاحب العصر والزمان محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد بين لنا في بعض الأحاديث التي تنقل فضل هذا المسجد الشريف. إذن هذه الحلقة أحبتي المشاهدين الكرام من برنامجكم بقية الله خير لكم، اطلعنا فيها على أهمية هذا المسجد وارتباطه بصاحب العصر والزمان، وكذلك استمعنا إلى الأحاديث وآراء الزائرين الكرام وإجاباتهم حول سؤال: كيف تدخل السرور على قلب مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نتمنى لكم طيب الاستماع والمشاهدة أحبتي المشاهدين الكرام. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمع العمر كلمة طفى، قلبي الظنون يتخوف، خاف انحرم من شفتك، عمر المناية تخطفك.